عشان يخاف لا يخبر بخبر يغمه او يحزنه او يصرف عن طلب العلم، او يقول له تعالى في مشكلة عشان ايه تحلها كذا. فقعد تقريبا حوالي يمكن 10 سنين او 15 سنة وهو لا يفتح اي رسائل تجيله. بعد ما خلص ووصل الى بغيته او طلب بدأ يفتح الرسائل، وجد رسالة تخبر بأن والده توفى من 7 سنين، ورسالة ثانية تقول أمك ماتت من 3 سنين، ورسالة ثانية تقول أختك مش عارفها. فخذ الغموم كلها مرة واحدة، وحزن حزن واحد وخلصت، بدل ما كان كل شوية ذاك ولا كيف حالك. نبدأ يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. طبعا قد وصلنا في حواشي الإمام الشيخ الحامدي على السنوسية الكبرى، عمدة أهل التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يكتب لنا الهداية والتوفيق، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلنا عند قوله وبعد فيقول العبد الفقير إلى ربه المشفق، المشفق من خبث صنيعه وسوء كسبه. هذا هو التواضع وهضم النفس. محمد بن يوسف السنوسي الحسني غفر الله له بلا محنة، ولأبويه ولإخوته وذريته وأحبته، وجمع الجميع بفضله في أعالي الفردوس مع المقربين من أصفيائه وأهل محبته وشريف قربته، يعني قرابته. خلاص بس عشان ليه السجع. لما وفق الله ده اسمه دايدة. فيقول لما اللي بعد النقطتين دول ايه، لما اسمه ده ايه، ده مقول القول. فيقول ماذا قال، فيقول العبد، كل ده تعريف لسه لم يقل. اين ما قاله اللي هو ايه لما، اهو ده بداية ايه مقول ايه القول. لما وفق الله سبحانه وتعالى لوضع العقيدة المسمات بعقيدة اهل التوحيد المخرجة بعون الله
من ظلمات الجهل ورفقة التقليد المرغمة بفضل الله تعالى أنفذ كل مبتدع عنيد طلب مني. ده ايه جواب؟ ايه ده جواب؟ لما طلب مني بعض من اعتنى بقراءتها، قراءة ايه؟ العقيدة المسماة بعقيدة اهل الايه؟ التوحيد. طلب مني بعض من اعتنى بقراءتها ان اضع له عليها مختصرا يكمل او يكمل مقاصدها، و ويسهل المشرع الى عذب الى ما عذب من مواردها. فاجبته الى ذلك طالبا من المولى الكريم حسن المعونة، بضم العين، حسن المعونة والتسديد للصواب في الظاهر والبواطن التي هي عن كثير من العلل غير مصونة. اللي هي ايه؟ البواطن. وسميته، ده اسم الكتاب، عشان لو سألناك الكتاب ما اسموش السنوسية الكبرى، لا اشتهر بهذا، انما اسمه ايه؟ اللي هو سماه به مؤلفه، عمدة اهل التوفيق والتسديد. حتى الطبعة اللي هي طبعوها في دار البصائر دي مش كاتبين فيها العنوان كامل، كاتبين كده ايه؟ السنوسية الكبرى المسماه عمدة اهل التوفيق والتسديد. ده خطأ، لانه ده مش هو العنوان، العنوان كده عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. يعني عمدة أهل التوفيق والتسديد في إيه؟ التسديد في ماذا؟ والتوفيق في ماذا؟ فمش مكملين العنوان، كاتبين كده من فوق السنوسية الكبرى وتحت قال إيه؟ عمدة أهل المسماه عمدة أهل التوفيق والتسديد. لا، كمل إيه؟ والله تعالى أسأل أن ينفع به وبأصله، به يعني بالشرح وبأصله يعني ليه؟ المتن. بعدين والصلاة والسلام، لما نيجي والصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدنا الشيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبعد، فيقول العبد الفقير إلى ربه المشفق من خبث صنيعه وسوء كسبه. ما أنا قرأت لك المتن. قال المحشي رحمه الله: قوله العبد أي لله بسبب إيجاده له. يبقى لما شرحنا زمان في الأمير قلنا العبد في كم معنى في أول الشرح، في أول الحاشية. هنا عبد الايه؟ بمعنى الايجاد، خلاص، لله بسبب ايجاده له. وفي عبد بمعنى الخدمه، يعني التذلل والعباده، واذكر عبدنا، مش كده ايوب؟ او ده معنى ثاني. وفي عبد ايه بمعنى ايه؟ تنسيت، وانا اذا كان انت تنسيت طب انا اعمل ايه؟ ما ينفعش كده يا شيخ. عبد بمعنى الإيجاد. طب حتى يقولوا واحدة ولا اثنين، هم خمسة معاني. وعبد بمعنى الخدمة، وعبد بمعنى ايه؟ طالب الدنيا، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والحديث. وعبد بمعنى ايه ثاني؟ ها، بمعنى الأربع معاني، بين خامس، خمس معاني. هنا ايه؟ عبد بمعنى الايه؟ عبد لله أي بسبب إيجاده، أي بسبب خلق الله تعالى له، فهو عبد لله يعني مخلوق له. نعم. واضح؟ يلا أقول. قوله الفقير أي المحتاج. قوله إلى ربه أي مالكه. قوله المشفق، هنا الفقر بمعنى الاحتياج. نعم. كده؟
وكذلك في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني المحتاجون. وهنا في أسلوب يسموه في البلاغة أنتم الفقراء، يسموه أسلوب ده قصر، بس هل ده حقيقي ولا إضافي؟ قصر حقيقي هنا، لا ده مش قصر حقيقي، لأنه لو حقيقي جمعناها لا فقراء إلا الناس، معه إنه كل الكائنات بما فيها الملائكة والأفلاك العلوية كله مفتقر، وده إيه؟ إضافي مش حقيقي. طب لماذا قصره على الناس؟ ليفيد أن الناس هم أكثر المخلوقات فقرا واحتياجا، كأنه لا فقر إلا في غيرهم، إلا فيهم، لا فقر في غيرهم، إنما الفقر فيهم وحدهم، كأنه هم مقصورون عليه وهو مقصور عليه. زي ما أنت من أما تروح الفضل ماشي معك عربي. سيدنا علي كان يقول أعوذ من الحديث من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وفيه الفقر والجهل. سيدنا علي كان يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. تفضل. قوله المشرق أي الخائف على ما المعاني الخمسة بتاعت كلمة عبد. ما احنا افتكرنا اربع لو جزء بس ما تكونش محصورة يا أولاد. بس ما تكونش محصورة العبد في معاني خمسة، يعني لا هي محصورة في الخمسة، هات السادس. لا مش هذا اسمه حصر، حصر استقرائي. ده وجهة نظري يعني ليست هكذا يعني، ولكن يعني كلمة العبد إذا حصرناها بالخمس يعني هي تجاوز حتى الخمس، يعني العبد بمعنى تتفلسف شيء ايه العبد الناس؟ في عبد معنى السيد؟ لا عفوا، العبد بمعنى الكاتب، العبد بمعنى ما هو ده الرقيق، ده المملوك اللي قال الشيخ ده، لكن نحن المملوك ده اقسام المملوك المكاتب حصرنا أقسام. العبد يعني حصرنا العبد في المعاني الخمس يعني هي مش انت اللي حصرتها، حصر استقرائي سياد الدنيا اللي هم العلماء هم اللي حصروها مش انت. اي الله يفتح عليك، يعني العبودية سببها ايه؟ كذا كذا كذا، محصورة في خمسة استقراء. وقد يكون ناقص، بس ايه عشان تقول انه هذا ناقص، يعني هي مش محصورة في حاجة. هات السادس، هات السابع، قل هات، مش تقول هي مش محصورة في خمسة، اقول انا الذين حضروا. منين المقصود؟ المقصود يعني ان هل يعني اجتمع على انها حصرة معنى العبد حصرة في خمسة في ايوه خمسة. صح اجتمع على هذا. هات المخاطر، ما قلنا استقرائي، ما هو الحصر انواعه ثلاثه، يفيد القطع في الدليل، القياس والاستقرائي والتنسيق. فلما نبحث ونجيب سادس اكويس. يا مثلا احنا قلنا هي وصلنا مبلغ علمنا وصل لكذا، والله اكتشفت حاجه جديده، لكن ما تقولش ما ينفعش كذا من غير. لا نقول لا ما ينفعش. يلا قوله المشرق اي الخائف عذاب ربه. قوله المشفق يعني الخائف. طب ايه الفرق بين الخوف والاشفاق؟ يقول لك خوف، الخوف ده ممكن يكون ايه من شيء موجود، انما الاشفاق لسه هيحصل. زي ايه؟ الا ان الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون. الإشفاق كأنه خوف من شيء مترقب. مشفقون والذين آمنوا مشفقون منها. طيب لماذا يستعجل بها الذين لا يؤمنون؟ هو اللي مش مؤمن بها ومكذب يستعجلها ليه؟ يعني حاجة أنت أصلا فلان ده انت تقول مش جاي اصلا، كل شويه تقول امتى هيجي، ما هو اصلا انت بتقول ده مش جاي وتقطع بانكاره. لماذا تستعجل؟ زي ما ليك دين عند واحد وتعلم يقينا مش هيديهولك، فكل شويه تقول له امتى هتسددني، ما هو مش هيسددك. فلماذا الاستعجال؟ يستعجل بها. هذا الاستعجال ليس على وجهه، وإنما ده المراد به مزيد الإنكار. ده كل شوية يقولوا له والله إذا كنت صادق وفي ساعة ما تقومها، أنت مستني
ما خلاص الفساد ظهر وعلامات كلها ظهر بصورة ما تخلي ساعة تموت عشان يقولوا ايه ده ما فيش ساعة ده كذاب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. فكان الأولى انه مين اللي يستعجل اللي هو مؤمن عشان يروح الجنة مثلا او عشان حتى غيرنا يروح النار، فنستعجل عليهم ليه العذاب والهلاك ونستعجل لأنفسنا النعيم. لكن العملية مش كده، ده هو كل شوية يقول له والله إذا كنت صادق ما تخلي ساعة منهم، يريد أن يؤكد للناس كذب الرسل في إخبارهم. يلا قوله من خبث صنيعه أي من أجل سوء مصنوعه، أعني الأفعال الصادقة. هنا صنيع، صنيع على وزن فعيل مش كده، هنا بمعنى مفعول يعني مصنوع. من خبث يعني من أجل سوء مصنوعه، أي أعني الأفعال، وهو طبعا لم يصنع شيء، إنما إيه هذه الأفعال صادرة منه على جهة الإيه على جهة الكسب شنو، وليست على جهة الخلق. أقول يا بني آدم وقف لي قوله وسوء كسبه أي ما سمعش بيقول وسوء كسبه وصنيعه، أنت اللي بتعمله ده من سوء الصنع أي مكسوبه مرادف لما قبله. أيوة وسوء كسبه أي مكسوبه، يعني ده يعني تنويع أو تفنن في الألفاظ. وهو مصنوعه اللي هو إيه اللي هو مكسوبه، صنعه أو صنيعه اللي هو كسبه، يعني مرادف للإيه تفنن في العبارة. قوله بلا محنة أي اختبار له بضرر في بدنه أو ماله. كده عاوز يعني الكرم، يقول يا ربي بادعو النفس غفر الله له، طب ممكن ربنا يغفر لك بس يأدبك الأول يعني يطهرك يديك ابتلاءات أو كده. لا هو مش عاوز كده، ما يمكن عند البلاء اللي هو حيطهر ويرفع درجاته يجزع وما يتحملش فيقع في مصيبة، فيقول لك بلا محنة زي مثلا اقبلوني عندكم في الوظيفة من غير امتحان. زي ما واحد مقدم على وظيفة وراحوا سألوه عن حاجة كده معقدة كده ايه معناها، وفي عمره ما سمع بيها ابدا، فقال له ايه معنى الكلمة، قال معناها انكم مش عاوزين تشغلوني. اللهم اجعلنا، اشوف الشيخ اجعلنا عبيد امتنان مش عبيد امتحان. واحد كان يقول في الصوفية بس كان لسه مثل ما ترباش شوية، فيقول يا رب ابتليني والدين اللي انت عاوزه شوفني انا بطل هتحمل وانا استقبل منك البلاء برضا. فواحد قال له كذاب والله يا اخي ادعو ربنا اطلب المعافاة لا تطلب البلاء، لانك لا تستطيع عند الامتحان ان تصبر. ومين ثاني لما الامام الشافعي قال له ايه سأل الله العافية فانا وانت لسنا من اهل البلاء، البلاء ده لرجال، إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل، فما تطلبش تدخل في الامتحان أصلا، خليك كده على الإيه على الكرم. فبيقول بلا إيه بلا محنة أي اقتدار له بضرر في بدنه أو ماله. المحنة يعني ضرر حيجي لك يا إما في البدن يا إما في المال. ولنبلونكم بشيء من الخوف، طب احنا شفنا الخوف بعيننا طبعا، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر. شوف التعبير القران تعبير جميل، لما ذكر البلاء قال ولنبلونكم، يعني كانه البلاء منه هو سبحانه وتعالى. وذلك سيد ابن عطاء الله قال يخفف عنك ألم البلاء علمك بأنه سبحانه وتعالى هو المبلي، فقال ولنبلونكم. وعند البشارة قال الرسول بشر أنت بشر وبشر الصابرين، فترك له البشارة والبلاء بيجي منه هو عشان يبقى إيه الإنسان يستقبله بتسليم لا بإيه بجزع. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ها إنا لله، يعني إحنا ملك لله وإنا إليه راجعون. خلاص خلص، مدامت أنت ملك لله خلاص هو يتصرف سبحانه وتعالى في إيه في ملكه ملك وإنا لله.
يعني الوضوء خلاص. ولا يظلم ربك، ربنا تصرف في ملكه وانت مالك. قوله وذريته اي نسله ذكرا كان او انثى. يعني غفر الله له بلا محنة، ولأبويه طبعا اللي هم المصدر الأب والأم، ولإخوته اللي هم درجات. وبعدين رتب درجات القرابة، يعني الأبوة القرابة درجاتها أربعة مش كده، أعلاها الأبوة وبعد كده الأخوة الأبوة والأخوة وبعد كده البنوة أو العكس، الأبوة والبنوة والأخوة وإيه ثاني والعمومة والخولة. نعم. مين؟ لا الشيخ السنوسي يا مولانا. قوله وأحبته أي كل من يحبه ولو بعض عمره. يعني أبويه وإخوته وذريته وأحبته. فكلمة وأحبته طبعا لما دعا سيدنا الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه فقال وأحبته. الآن إحنا دخلنا في دعاء لأننا نحبه ويشهد الله تعالى على ذلك، ولولا ذلك ما قرأنا هذا الكتاب، كان جبنا مثلا كتاب لابن عثيمين لابن أي حد. فإحنا بنحب هذا الرجل. شوف من كام سنة مرضيش نجيب كتب من كتب المعاصرين، هذا دليل على المحبة ولا مش دليل؟ ودليل على إخلاص المؤلف وصدقه في كتب كثيرة ورسائل دكتوراه اترمت ما حدش فتحها من سعة ما طبعت، لم تفتح ولن تفتح. ليه؟ لأنه ما فيش إخلاص، عشان الدرجة العلمية وعشان السفر للخارج. من أخذكم إن شاء الله. قوله وجمع الجميع أي نفسه وإخوته وأبويه وذريته. وجمع الجميع فين وجمع الجميع؟ يعني كل اللي عدد ولا أبويه وإخوته وذريته والمحبين جمع الجميع بفضله. بفضله ومش مش جمع الجميع بفضله في الجنة، في أعالي الفردوس. إذا طلبتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى. لما تطلب اطلب أعلى حاجة ولا يهمك، إن الله على كل شيء قدير. قوله بفضله الباء للملابسة أي لا وجوبا عليه. فين قوله الجميع بفضله؟ بفضله يعني بسبب فضله. أو الباء للملابسة أي لا وجوبا عليه، يعني هذا الذي يطلبه من ربه من باب التفضل لا من باب الوجوب، لأنه لا يجب عليه تعالى شيء. لما في بعض الناس يقول لك هو سبحانه وتعالى ألزم نفسه بنفسه، يعني هو اللي أوجب، هذا بمعنى الوعد لا بمعنى الوجوب العقلي، لأنه لا يقول به إلا أهل الاعتزال. يعني مثلا في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، مش كده؟ أو كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، مش كده؟ زي كتب عليكم الصيام يعني وجب، ولكن هذا إيه؟ وجوب إيه؟ إحسان وتفضل، لا إيه؟ لا وجوب استحقاق كما يقول مين؟ أهل الاعتزال. زي الحديث ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، يعني من باب ليه؟ من باب الفضل والإحسان، لأنه لا يجب على الله تعالى شيء ولا يلزمه شيء. قوله في أعالي جمع أعلى. قوله من أصفيائه بيان للمقربين. يعني الأصفياء اللي هم مين؟ جمع الجميع فضله في أعالي الفردوس مع المقربين من أصفياء، يعني المقربون هم الأصفياء، أو الأصفياء هم مين؟ هم المقربون. قوله وأهل محبته عطف عام على خاص. يعني هنا وأهل محبته ده العام خلاص كده، والأصفياء الخاص، فعطف العام على إيه؟ على الخاص. قوله وأحيانا بيبقى في عطف خاص على عام، زي إيه؟ زي من كان عدوا لله وملائكته وجبريل.
جبريل من الملائكة، جبريل ده خاص على تنزل الملائكة والروح، والروح من الملائكة بس ده اسمه عطل خاص على ايه؟ على العرض. قوله وشريف قربته. وشريف قربته يعني قرابته. المراد بالقربة الطاعة، أي ومن أهل قربته، أي الله، أي طاعته الشريف. لأن الله تعالى لم يلد ولا يولد وليس له أهل ولا قرابة ولا زوجة ولا ولد ولا إخوة، جمعية معنى قربته يعني يعني طاعته. خلاص. فالقريب من الله تعالى ليس بالنسب وإنما به بالطاعة والمحبة. قوله لما وفق الله، أي وفقني، مقول القول. آية لما اللي هو من أول لما وفق الله، ده مقول الإيه؟ القول. لوضع أي تأليف. قوله المخرجة من اللي هي اسمها العقيدة المسماه بعقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل ورقة التقليد المخرجة. من الإسناد للسبب، يعني يعني أسند الإخراج للسبب. خلاص. يعني هي سبب، إنما ليس ليست هي المخرجة حقيقة، لأن المخرج حقيقة هو مين؟ والله تعالى. يعني يسند الشيء إلى سببه، زي ما تقول إيه الدواء ده سبب الشفاء، فتقول هذا الدواء شفاني، من هذا المعنى، من هذا الباب يعني. أو هذا الماء إيه أروان، وهنا إيه إسناده إيه للسبب. قوله المخرجة من الإسناد للسبب، لكن باعتبار معناها لا لفظها. لأن المعاني اللي هي المعتقدة فيها هي التي سبب للإخراج لا الألفاظ. مفهوم؟ والمخرج الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قوله بعون الله، أي بإعانته. قوله من ظلمات الجهل، من إضافة المشبه به للمشبه. يعني المشبه به اللي هو إيه؟ هو المشبه اللي هو الجهل، يعني الجهل الذي هو كالظلمات. قوله ورقة التقليد، من إضافة المشبه به للمشبه، يعني المشبه اللي هو إيه؟ التقليد. والمشبه به اللي هي إيه؟ الربقة. هي أصل الربقة حبل، حبل. كلمة الربقة اللي هي معناها إيه؟ حبل. حبل يجعل في رقبة الحيوان الصغير يسحب به. خلاص كده. فكأنه شبه المقلد بإيه؟ بالحيوان اللي هو بيسحب كده يمشي وراء صاحبه، فكأنك انت بتنسحب وراء مين؟ وراء المقلد، زي البهيمة اللي بتمشي مع ايه؟ شوف كده رقة التقليد. من إضافة المشبه به للمشبه. والرقة المؤمن كالجمل الأمين. لا احنا نتكلم هنا يعني في معنى كلمة ربقة، ربقة يعني حبل. خلاص. يجعل في رقبة الحيوان يسحب به. فصاحب، شوف جاب هنا المعنى، فصاحب التقليد ينقاد إلى مقلده في كل ما يريده منه بسبب تقليده. ولذلك قالوا لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد، لأنه ده إيه ربقة وده ربقة، بس ده ربقة حسية حبل والتاني إيه معنوية. والربقة حبل يجعل في رقبة الحيوان الصغير يسحب به، يسحب يسحب به. فصاحب التقليد ينقاد إلى مقلده في كل ما يريده منه بسبب تقليده، كما أن الحيوان ينقاد مع كل من سحبه من ربقته. ولذلك الحيوان ينقاد والمقلد يقاد، كما أن الحيوان ينقاد مع كل من سحبه من ربقة، يعني من الحبل المربوط في رقبته. قوله المرغمة، أي الملصقة بالرغام بفتح الراء، أي التراب. أنف كل مبتلع عنيد. كلمة المرغمة
الرغام بفتح الراء التراب، يعني الرغام اللي هو ايه التراب والذل. واحنا بنقول ايه فلان رغم انفه يعني ذل، يعني كانه يعني ربنا ذله لحد ما الصق انفه بالتراب اللي هو كان انفه في السماء كده. يقول لك فلان ده احنا عندنا في الصعيد يقول لك على الانف مناخير، يقول لك مناخيره في السماء هبقت فين؟ في التراب. بمعنى ايه؟ اذله الله تعالى. والمعنى على التشبيه يبقى المرغمه يعني الملصقه مش كده؟ بالرغام بفتح الراء اللي هو ايه؟ التراب. انف، انف ايه؟ كل مبتدع عنيد. كل مبتدع عنيد. والمعنى على التشبيه ان اي ان تلك العقيده لما احتوت عليه لما احتوت عليه من الادله القاطعه كالمرغمه انف كل عنيد. يعني ايه سبب ان هذه العقيده مرغمه؟ يعني بالادله القاطعه التي ترغم، بمعنى ايه؟ تلزم انف كل عنيد. ويحتمل ان المرغمه بمعنى المدله. يعني اذا فيها ايه؟ معنيين، بمعنى الايه؟ المذله او الملصقه. نعم. قوله مبتدع اي في السنه ما ليس منها. قوله عنيد المبتدع اللي هو يعني ابتدع في السنه، يعني احدث في السنه ما ليس منها، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه. خلاص كده، ليس كل محدثة ضلالة، وإنما إذا أحدثت في الدين ما ليس منه افهم هذا القيد. ولم يقل صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا وخلاص، قال ما ليس منهم. هم لم يفهموا القيد فجعلوا كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. مش كده؟ واحد بيقول كان في قطر بيقول في المسابقة الدولية وصدق الله العظيم حكاها للشيخ، راح قالوا قال لا ما رضيش يقول صدق الله العظيم، فالشيخ امره انه ايه يقول صدق في المسابقه، فالولد امتنع قال له ليه انت ما تقول الصدقه؟ قال هذه بدعه. فالشيخ على نياته ومن اهل القران لكن طبعا في المسائل الكلاميه او الفقهيه المهم، فبيقول له يعني لما اقول صدق الله العظيم يبقى بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني لما أقول صدق الله العظيم في آخر القراءة إذا أنا حروح النار، طب ولو أشركت بالله حيوديني فين؟ شفت؟ إذا كان صدق الله العظيم حتوديني فين؟ طب الشرك؟ قوله عنيد أي معاند لا يمتثل للحق. أهو عنيد هنا فاعل مش كده؟ نعم. هذا بالمعنى الثالث ده. يبقى عندك فعيل بمعنى معنى فاعل مفعول والمعنى مفاعل اللي هو زي انيس مؤانس، جليس مجالس، عنيد معانس، او كل شويه تبقى لك كلمه حتى توصلهم. ما فيش حصر هنا يا شيخ، مفتوح البلد. يلا. قوله بقراءتها المراد بالقراءه ما يشمل الحفظ والمطالعه. قوله نكمل مقاصدها بقراءتها المراد بالقراءة ما يشمل الحفظ والمطالعة، يعني لو حفظت طبعا مش هتحفظ انت المراد بالحفظ يعني المتن، صعب جدا حفظ الشرح، او المراد بالقراءة المطالعة يعني التحصيل. قوله يكمل مقاصدها اي العقيدة، والاضافة من إضافة المدلول للدال. فين الإضافة؟ مقاصدها. أيوة تمام، في المقاصد من إضافة المدلول للدال، فالمقاصد دي مدلولة ولا دالة؟ المقاصد دي المدلول. يبقى المقاصد ده المدلول خلاص، والدال اللي هو العقيدة. مقاصد العقيدة يعني العقيدة تدل على المقاصد. ماشي. أي يكمل المقصود منها الذي هو المعاني. جميل. قوله المشرع أي الشروع أي التوجه. ويسهل المشرع إلى ما عذب من، يعني المشرع يعني الشروع يعني التوجه مش كده؟ نعم. قوله
إلى ما عدو من مواردها، أي إلى إدراك معان عذبت، أي شبيهة بالماء العذب. يعني كلمة المشرع إلى ما عذب، طبعا أنت عارف كلمة مشرع زي النهر اللي هو إيه، زي كلمة الشريعة، العين عين الماء يعني، زي كلمة الشريعة مأخوذة من العين الشارعة أو الجارية. الشروع أي التوجه، طبعا يكمل المقصود اللي هو المقصود اللي هو إيه، المعاني اللي يحتوي عليها. قوله إلى ما عذب من مواردها، أي إلى إدراك معان عذبت، يعني شبهت بالماء العذب. وقوله من مواردها من بيانية، خلاص كده. نعم. والمورد مكان الورود، المورد اللي هو ايه، مكان الورود. أريد به نفس الماء لعلاقة المجاورة، يبقى أريد بالمورد مش المكان، هو في الأصل في اللغة كده معناه مكان الورود، ولكن أريد به نفس الماء لعلاقة المجاورة. آه، لأن الماء يجاور المكان الذي يرد فيه. ثم أريد بالماء المعاني، يجي كده مجاز على مجاز. ثم أريد بالماء المعاني بجامع أن كلا به الحياة. أن كلا به الحياة، يعني الحياة اللي هي الجسدية بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، والحياة الثانية بإيه؟ المعاني اللي هي الحياة الإيمانية، الحياة اللي هي مفهاش إيه، تجسيم ولا تشبيه، أو الحياة اللي هي الحياة الإيمانية التي جاءت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما ينقذكم من الهلكة، خلاص؟ قال الشيخ رحمه الله، فأجبته إلى ذلك طالب بجامع أن كلا به الحياة، ولكن هذه حياة وهذه حياة. وحينئذ فالمعنى ويسهل التوجه إلى الإدراك المتعلق بالمعاني الحلوة. قال الشيخ رحمه الله، فأجبته هي كلمة المعاني الحلوة اللي هي مأخوذة من كلمة ما عذب، ما عذب يعني ما كان حلوا، لأن الماء يا إما حلو يا إما مالح، ولك هذا ماء حلو يعني عذب. قال الشارح رحمه الله، فأجبته إلى ذلك طالبا من المولى الكريم حسن المعونة والتسديد للصواب في الظواهر والبواطن، حسن المعونة والتسديد تمشي، أو يعني طالبا من المولى حسن المعونة وطالبا التسديد، ولو جعلت والتسديد يعني حسن التسديد تمشي كده وتمشي كده، والتسديد للصواب في الظواهر والبواطن التي هي عن كثير من العلل غير مصونة، يعني ممكن الإنسان يصون نفسه في الظاهر ولكن في الباطن كثير من الايه، من العلل، خلاص، البواطن مشوبة بالعلل التي هي عن كثير من العلل غير مصونة، لايه البواطن غير مصونة دي تبقى الخبر، لا، التي هي عن كثير، التي هي غير مصونة عن كثير من العلل. فأجبت إلى ذلك من الطالب من المولى الكريم حسن المعونة والتسديدة، ماشي، يعني طالبا التسديدة للصواب في الظواهر والبواطن التي هي عن كثير من العلل غير مصونة، عشان يبقى خبر غير مصونة. قال المحشي رحمه الله، قوله إلى ذلك أي مطلوبه المستفاد من قوله طلب مني، قوله طالبا حال من فاعل أجبته، فأجبته حالة كون طالبا. قوله حسن المعونة أي المعونة، أي المعونة الحسنة، يعني في معونة حسنة وفي معونة يعني اللي هي إيه، ما هي الحسنة التي لم تشب بما شبقه، يعني عاوز معونة كده مرتاحة كده ما فيهاش ايه تعب ولا مشقة. نعم. قوله
والتسديد أي التوفيق. قوله الظواهر أي الجوارح الظاهرة كاللسان. وقوله والبواطن أي كالقلب. وعبر بالجمع نظرا له ولإخوانه. يعني عبر بالجمع في كلمة إيه؟ الظواهر والبواطن. الظواهر والبواطن نظرا له ولإخوانه، لأنه قال كاللسان. نعم. اللسان مثلا وإيه ثاني؟ والأعضاء اليدين والرجلين أصلا. فعشان كده عبر بالإيه؟ بالجمع نظرا له. يعني مش اللسان فقط، اليدين والرجلين ده الجوارح الظاهرة، والجوارح الباطنة زي إيه؟ القلب والأشياء اللي الباطنة اللي هي الجوارح اللي ذكرها. عارف الجوارح اللي هي تعرف الحواس الخمس، في ظاهرة وفي إيه؟ وفي باطنة. فعشان كده عبر بالإيه؟ بالجمع، وهو إيه؟ واحد، إما من باب يعني الاعتناء به أو من باب ما له وليه ولإخوانه. قوله التي هي أي البواطن. قوله عن كثير متعلق بمصونة. قوله من العلل أي الأمراض الباطنية كالحقد والرياء والعجب والحسد. قوله والتسديد، وسميته عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. قوله والتسديد عطف مرادف، يعني اللي هو التوفيق والتسديد، لأن التوفيق هو إيه؟ التسديد، والتسديد هو إيه؟ التوفيق. قوله في شرح متعلق بعمدة أي إضاء. في شرح متعلق عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح، اللي في العنوان الكتاب نفسه، في شرح متعلق بعمدة أي إيضاح. شرح هي معنى كلمة شرح، يعني إيضاح، يعني الكتاب اسمه شرح عقيدة أهل التوحيد، يعني إيضاح عقيدة أهل التوحيد. لما أقول لك اشرح يعني وضح، طب لو قلت لك وضح يعني اشرح. قال الشارح رحمه الله: والله تعالى أسأل أن ينفع به وبأصله، ويمن على من سعى في تحصيلها بنيل مراتب أهل العرفان والفوز بكمال الدارين بحوله وطوله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل العالم بعضه وكله. خلينا عند لسه والصلاة والسلام لسه كلام جديد. والله أسأله، والله تعالى أسأله أن ينفع به وبأصله، يعني بالإيه؟ بالشرح وبأصله اللي هو إيه؟ المتن. ويمن، ينفع ويمن على من سعى في تحصيلها بنيل مراتب أهل العرفان والفوز بكمال الدارين بحوله وإيه؟ وطوله. الطول بفتح الطاء وسكون الواو معناه إيه؟ لغة الفضل والقدرة والغنى. وأما بضم الطاء فهو ضد القصر. ومنه قوله تعالى في أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل شديد العقاب ذي الطول. الطول يعني
Thank you.